ما تزيدوش تكرهوا الناس الانتخابات، ما تزيدوش تنفروا الناس الانتخابات، خليوا الانتخابات تروح الى شرعيه شعبيه، خليوا الرئيس القادم مهما كان. وحنا رانا نقولوا إخواني أخواتي، أنا نقول بكل شجاعة وبكل مسؤولية، هنا متنافسين ولسنا خصوم، هنا رانا نتنافسوا من أجل تقديم البرنامج الأفضل والخيارات الأفضل للشعب الجزائري، عندنا ملاحظاتنا وعندنا مواقفنا وعندنا توجهاتنا وتوجهاتنا واضحة ولا غبار عليها، نقولوا فيها في السر وفي العلن وفي الإعلام وفي الصحافة وفي مواقفنا المختلفة. ولذلك خليوا العمليه الانتخابيه راهي نظيفه لحد الان، المنتخب مترشحين وجزء كبير من الناس اللي راهم يساهموا في انجاح هذه العمليه المصيريه للبلاد راهم يساهموا فيها بنجاح كبير. ما تزيدوش يا الناس اللي ناس في التهريج، يا الناس اللي تمارسوا في الضغوط على المواطنين، ما تزيدوش العمليه الانتخابيه. خافوا الله في الشعب، خافوا الله في الشعب الجزائري، خافوا الله في سكاننا، خافوا الله في مواطنينا. راكم امام جزائريين، في ثلاثه مترشحين ولاد الجزائر، في ثلاثه راه كل واحد فيهم عنده مشروع يريد ان يقدمه للجزائر. نحن نعتقد ان مشروعنا الافضل لانه فرصه للجزائر الجزائريين. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.